تسرعوا بزاف راحوا يسبوه منا. والمثل اللي كيما يقولوا العبره في الخواتيم، راك شتو كيفاش بالك غلط في الكلام منها بصح شتو كي يسلم عليها وحتى حضنها والناس ما تزربش. دوك على كل حال نعرفوا باللي الجنه تحت اقدام الامهات، وكيما يقول المثل من كان في تحت قدم امه كان فوق راس قومه. هكذا احنا ما نزربوش نسبوا الطفل هذا ومنا، لازم نشوفوا الامور نشوفوا المشكل، خاطرش حنايا الشعب الجزائري ولا الاكثريه تاعنا واللي يخمم بالنيجاتيف سلبيات، يشوف بقاله في التلفزيون يسبها. ما تسبوش برك الناس هكذا، لازم تعرفوا الحاله تاعها وشوفوا الحاله تاع خالتي الملكه. كي قلتي خالتي الملكه واش اوضاع مزريه هاي اللي تخا كيفاش عايشه خالتي الملكه، وان شاء الله يا ربي نهارك هذه يمدوا السكنه ان شاء الله، ان شاء الله تروح له ان شاء الله. خالتي الملكه واش راكي تقولي راه مسحور الطفل هذا ولا؟ الطفل مسحور لقيته في جيبي، ها ونوريه كاع للامه، هذه اللي دارت له في جيبو ما عندها واش دير، ما عندها واش دير وما يفيد والو غير ربي سبحانه. وكاين هذا الشيء هذا ان شاء الله ما يفيدش ان شاء الله. الحقد منها داروا على خياته وعلى باباه وعلى يماه، وباباه باباه يماه يماه خياته يماه خياته، ما كاش اللي نحيلو ماليه من دي قماليه ما عنده حتى واحد. ان شاء الله ما تحكموش على الواحد سبعوا هذا ان شاء الله يفيد فيهم. هاوليك هذا السحر اللي كنت قلت لكم عليه انايا، وديت وليد خالتي للراقي وهذا السحر اللي لقيناه عند وليد خالتي. هاوليك وكلوه له الاخر وكلوه له. هاوليك هاوليك راهي كاينه يا ما عندهم واش يديروا. هذا هو السحر اللي كان في وليد خالتي طلاسيم الله يرضى والعياذ بالله. الا تعرفوا هذا الله داروه وريه سحر التفريق. هذا هو سحر التفريق اللي كنت حكيت لكم ديجا انا عليه خوتي، باش ما تلوموش الطفل، الطفل الله غالب عليه وكان ما كانش مسحور ما يديرش هذه. دقيقه دقيقه انا در... الناس اللي راهي دير وري شويه الله. الناس اللي راهي دير شهره بالطفل هذا مسكين وراهي تحكي فيه ودير ليه لايف، الناس ما ديروش حاجه شهره بانسان. الا بغيت دير شهره ديرها بروحك بالفن ولا حاجه. هاي شوف مسكين الحاله تاعو، ها هو راه السحر اللي داروه التفريق وحنايا درناه في الماء مرقي. في الماء مرقي هذا ماء مرقي درتو في الماء المرقي كان باين باش تشوفوا بعينكم بلي حنايا حنا انا وليد خالتو راني في المنزل تاعها ومعايا الاخ جمال زيرك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا خالتي ملكه. مرحبا بك. الله يسلمك. هاي ليك هاي خالتي ملكه الحاله. هاني راني هنا وعلى انا ولا غير جيت انا ما عنديش هذيك على وليدي نجري ونقول ما جريتش ونحيي المشكل اللي راه فيه ويعاونوني خوتو عنده خوتو وعنده صور شوف الحاله وكاين المؤمنين. هاي ليك الحاله المزريه اللي رانا فيها ماشي قال للاخر. انا عندي مده انا وليد اختها كنت نجي لعندها وسينا كيفاش نرقعوا الدار هذه ما تقدرش ترقع، لازم الوسمون رئيس الدائره يخسر الوضعيه تاعهم. ماذا بينا احنا رئيس الدائره هذا يشوف الوضعيه هذه ويكفل بالناس هذو تاع سكان باستوس باش يسقم منهم الاوضاع تاعهم. احنا ماذا بينا؟ ونقول لكم واحد الحاجة، خالتي مالكة تبغي محمد ومحمد يبغي خالتي مالكة. نبغيه راه وليدي هكذا على جنتو درت العشاء وعلى جنتو تنيت حياتي. ما تزربوش وليدي ما نضيعوش ما تزربوش تسبوه منا راه وليدي وها هو واش لقيت في جيبو. ها شوف السحر اللي لقيت في جيبو وكلوه له. أنا لك حنا جيت أجمع واش نقول وليد خالتها حفظي الله ونعم الوكيل ليلى ذا وليدي وليد خوتها. تلاقيت مع الاخ الكريم جمال زيرك بعد انا قلت له الاخ جمال قلت له انا وليد خوتها خالتي الملكه هذه، قلت له ماذا بينا تجي تشوف بعينك السحر والطلاسم اللي داروه لولد خالتي. وانا علاه جيت انا غاطني كي كانوا يسبوا في الطفل هذا بزاف، قريت لي كومونتير بزاف اللي قريت لي كومونتير عليه فجأة يسبوا فيه يا ودي حتى تشوفوا الوضعيه تاعو باتشوف حفري له دير لا مسكين ها سحروه باش يولي يكره يما في الماء المرقي. ها لقيت عليك خافوا ربي يا ناس نورمال متعاونوه بالك واحد يعمل خدمه يا ولادي يا خوتي هذا الطفل اخوكم نحوا له الضر اللي راه فيه.
اللي راه يضروا قولوا جيبوا له لاقي قادر يقلعوا له الضر اللي راه فيه. الطفل ماشي بهرضو ماشي بعقله. ان شاء الله ان شاء الله الشهر هذا يمدوا السكنه الناس بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تدي خالتي مالكه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يستركم ما تزربوش يا ناس نورمال مو بلا عقل تعرفوا الحكايه ما تزربوش وربي يهدينا وان شاء الله يا ربي يبعد علينا كاع المشاكل هادو ويرفع علينا الوباء هذا اللي راه في العالم كاع. هاي حالتي كيف راهي شوفوها هاي مالكة شوفوها وهاي الباب كيف راهي كاع هاي اللي كنا على كيفاه وهذاك درتو على راهم يطلوا لي من الباب هو يجوا عند بابي ويطلوا لي من الباب هاياك الحاله درت لهم شوا ولي ما يطلوليش من الباب معليش كونوا دراري صغار معليش المهم المهم احنا الكلمه اختي قولوا ما لازمش تطول في البلاصه هذه قولوا البلاصه هذه نقول لكم يا خوتي 48 ولايه 45 مليون جزائري هذا ولد خالتي هذا محمد وكان ما كانش مسحور ما كانش بنادم يكره الام تاعو بدون سبب وان شاء الله تكونوا توعيتوا بهذا الفيديو هذا ان شاء الله نبعثوه لكم ان شاء الله وان شاء الله تنشروا فيديوهات ان شاء الله واحد اخرين باش تبينوا للعالم اسمه 48 ولايه باللي هذا البنادم هذا ناس ملاح باللي البنادم هذا ما الله غالب عليه هاو شتو السحر اللي كان في الجيب تاعو هاكو شتو هو ما كانش على باله اصلا ما كانش مسحور ما كانش بنادم يكره الام تاعو بدون سبب وان شاء الله تكونوا توعيتوا بهذا الفيديو هذا ان شاء الله نبعثوه لكم ان شاء الله وان شاء الله تنشروا فيديوهات ان شاء الله واحد اخرين باش تبينوا للعالم اسمه 48 ولايه باللي هذا البنادم هذا ناس ملاح بلي البنادم هذا ما الله غالب عليه هاو شتو السحر اللي كان في الجيب تاعو هاكو شتو هو ما كانش على باله اصلا بلي فيه انا ما تشوفش البدايه تاع الحصه ولا منتصف الحصه في ليميسيو قال شوف في الخاتمه والعبره بالخواتيم سلم عليها وقال لها سمحي لي وحضنها ما تزربوش بالعقل انسان زوالي مسكين وحياته كاع ظلمات ورما متعاونوه قال ما راناش نقولوا تشروا له طوموبيل قال تعاونوا بخدمه مسكين راه حالته حاله على كل حال شبيبه كاع راهي ضايعه والحاله اللي راه فيها عايش مسكين وحده ها يماه محمد يبغي يماه ويماه تبغيه ما كان له نضخموا في لي باج باش نديروا البوز منا باش نديروا شهره بانسان مسكين ضحيه الناس دير دي فيديو تسب على بلاش باش يطلع لي لي فيو تاعو ولا اللي يطلع لي زابوني تاعو باش على طفل مسكين علاه كاين ناس كيما راكو تتبعوا الناس راكو تشكروا فيهم ريبيكا دير لكم فيديو لايف راهي تقول برك الهضره وراكو ديروا لها لي جادور وطفل مسكين راه في حاله زيدوا تكملوا له وربي يهدينا وان شاء الله واش نقولوا يعملوا الجاهل بنفسه ما لا يعلم العدو بعدوه دونك حنايا لازم نخمو قبل باش نهضروا ولا نحكموا على السيد خالتي مالكة ان شاء الله يا ربي يعطوك الدار نهار ان شاء الله رام يقولوا شهر ديسمبر شهر ديسمبر انا والله العظيم غير نهار عرفت خالتي مالكة في لا دايره كنت نشوفها مسكينه تهدر وما مدوش السكنه وما عرفتها وقال في 2014 اللي بديت نعرفها ومن بعد كي شفتها في لاتيلي شبهتها قلت واو شبهتها هذه مالكة هي ما على باليش بلي هي وان شاء الله ربي يفتح عليها وعاونوها وما كاش انسان اللي ما يخطاش كاع كل بني ادم خطا وخال الخطا قلت له قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل لي لذا وليدي حسبي الله ونعم الوكيل راكم تشوفوا الاوضاع المزريه من مكان ديريكت رانا سما مصورين ديريكت هاي بشوى ساكنه هاي لقينا بشواوه هذه الأم تاعو شوفوا مليان تدخل الشتاء ما كاش وين تحط دوزان كاع ان شاء الله يبدا خدمه الطفل هذا ان شاء الله يزوج وان شاء الله والباب هايلك شوف الباب يا الله شوف هايلك هذه كي كان مسحوره هذه كي كان مسحوره كي من قبل ما نديه رقيناها هايلك ورقه ايه هو هايلك خبط لك الدوزان هايلك الباب شوف باش تشوفوا بلي ما كانش واعي اللي كان فيه بيه دينا ان شاء الله يشفيه ان شاء الله مسكين ما يفرز والو هاي 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 ه
بصح ما كانش في وعيه، ما كانش في وعيه. هذاك الشيء اللي فيه اللي داروا له السحر هذاك، وليدي ما راش بعقله، وليدي واخذوه بالسحر. ما نقولوا نهضروا على المحسنين تاع برج منين. برج منين كبيره الله يبارك، وفيها الاغنياء ربي يزيد لهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الا سمعونا ان شاء الله جديده، ان شاء الله الا سمعونا ان شاء الله. وما حاجه صغيره شنو لها زهره صغيره بيتي الدار ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الدار دار لوكا غنوفي. لا لا باذن الله باذن الله باذن الله. لا ديسمبر هذا يمدوا كاع الباسبور ان شاء الله. معليش معليش معليش. المهم ان شاء الله شوفوا مسكينه شوفوا كيفاش رايح. كاين راه فيلا والله العظيم على ما راه فيلا ويدير فيديو يسب في الطفل. ويلك الدار قريبه ومام القطره هاي اللي قلت لكم تدخل شتا منا درنا لها ديجا خطره الخلاط ما فاتش فيها ما تفيدش ما يفيد والو ما يفيد خلاص. لازم ندير ان شاء الله دوك حنا لو بي تاعنا اللي درنا الاخر الهدف تاعنا على الحاله اللي راهي فيها ان شاء الله يعطونا سكنه وديرنا على الناس اللي راهي تشتم اللي راهي تشتم محمد. ما تسبوش طفل ما على بالكمش واش كاين. ادعوا له بالشفاء، ادعوا له بالشفاء، ادعوا له ربي يهديه. كاين دي كومونتير قريتهم انا قال لك ربي يهديه حاجه مليحه. لا تسب واحد يقول له اللي قادر ويعرف يقي قبل خديته خديته ضرب ان شاء الله ان شاء الله. بصح ما مازال وخوتي مازالوا فيه ربي يهدينا ان شاء الله والله يفتح على كل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله الله يرزق ان شاء الله كل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله خالتي مالكة ان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله ان شاء الله وليدي وربي يسترك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وليدي وربي يفتح كاع الناس. السلام عليكم الله ينوركم ان شاء الله ان شاء الله والله يرفع علينا الوباء. محمد زد محمد راه خوكم ولي محمد راه وليدكم. وقفوا عليه بالرقيه نحوا له الشيء اللي راه فيه. هاني راني قلت لكم خوكم ولازم تقولوا نحولوا الشيء اللي راه فيه ان شاء الله. والله يستركم والله يحفظكم يبعد الضر عليكم يبعد بيبان الهم عليكم ان شاء الله ان شاء الله. كلمه ختاميه جمال زيرق باش نختموا هذه الحصه ان شاء الله وباش يكونوا متواعيين ان شاء الله الشعب الجزائري كامل ويوقفوا ان شاء الله تعاونوا بيناتنا. انا نظلمت بزاف في حياتي ونعرف شنو الظلم ومن بعد كيش